أنا الحجة يسرى عيسى كحيل لاجئة لليوم وبكرة، ما إحنا منقل لنا موطن نسكن فيه ولا وطن ولا مسكن ولا دار إلا البراري، يعني عند الأموات في نص الليل ما بنشوف إلا غير الكلاب بتفوق علينا من البراري، كلاب البراري المصروعة على السطح، المصروعة بتهجم على السطوح بتقعد إيش تدور على أكل وتعوي. والصغار يعني صراحة بيكونوا نايمين ما بنشوفهم إلا هم قايمين من السراير تاعونهم وفزين من الخوف. ثلاث مرات إنها ما أنا عارفة إيش اللي تلدعني في رجلي في إصبعي. بعدين حية والله العظيم حية بتجي متر ونص، إنه عند روسنا لقيناها نايمة معانا نايمة.